تقول السائلة: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من صلى المغرب والعشاء الآخر في ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. لا أعرف لفظ هذا الحديث، ولكن ليلة القدر فيها فضل عظيم. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا يشمل الأعمال الصالحة، سواء من صلاة أو قيام، يعني قيام في الصلاة، وكذلك يشمل تلاوة القرآن، ويشمل الاستغفار والدعاء. الإكثار من الدعاء في هذه الليلة لأنها ليلة إجابة بإذن الله. أيكثر من الأعمال الصالحة في هذه الليلة من صلاة ودعاء واستغفار وغير ذلك. نعم.